قال ان برضه محتاج اساله شويه عن البطوله والمكسب. وليد بقول لك الف مبروك الفوز بالسوبر، لكن طمنا عليك الاصابه دي كانت عارضه شويه ليك، لكن لا قدرت تلعب الماتش. لا عادي، بس ما عملتهاش في دماغي، وانت عارف احنا اصلا لازم نعمل اي حاجه عشان نفرح جمهورنا، فالحمد لله اصابه ما اثرتش زي ما قلت لك، مش عاملها في دماغي، بس ولو انها جديده فاهم، فحاولت ما اعملهاش في دماغي. وانت شايف في الماتش اي كوره بتجيب دماغ بعملها، بدوس على نفسي، بس عادي ده كله من اجل الفريق. مكسب حلو والحمد لله، احنا كنا مركزين في طول المقابله. بشكر اللعيبه وبشكر الجمهور اللي عمل شغل جامد، وبشكرهم كلهم. وشورى شورى ليه فضل كبير، اهو هيتكلم اهو. لا ما انا اتكلمت خلاص. مبروك 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 حبيبي.